إلينا مشاهدينا عبر الهاتف الدكتور رشيد محمد إبراهيم أستاذ العلوم السياسية. بداية دكتور، يعني كيف ترى تعامل الحكومة الأمني مع هذه التظاهرات، وهل تتوقع بأن الحلول الأمنية سوف تجدي نفعا مع هذه المطالب؟ نعم، أنا في تقديري أنه هنالك خلل في إدارة هذه الأزمة، خلل مزدوج من جانب الحكومة ومن جانب المعارضة، إذ أنه الملف ملف الأزمة هو ملف سياسي ذو طبيعة اقتصادية وليس ملف أمني. انحسار أدوات الأزمة من طرف الحكومة على الأدوات السياسية صحيح أنه سيعمل على احتواء مظاهر العنف وأشكال الاحتجاج خاصة التي تنأى إلى التخريب والحرق والأعمال العدائية، ولكن على المدى البعيد طبعا لن تكون هذه الوسيلة فاعلة. هذا من الطرف الجانب الحكومي. صحيح أن هذه التحركات قد أرسلت رسالة إلى الجهاز التنفيذي وإلى الحكومة تحديدا بأن الأوضاع تحتاج إلى معالجة، وهذا متفق عليه. من المهم جدا أن الإشارة إلى أن الانغسام الآن في الشارع السوداني هو انغسام حول السياسات وحول الأوضاع المعيشية، وليس انغساما سياسيا كما تروج بعض الأطراف التي هي بعيدة عن الواقع السوداني. ولكن دكتور، رأينا بعض الهتافات وبعض اللافتات التي كانت تحمل شعارات سياسية. نعم، هذه موجودة، ولكن الـ 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 الأزمة في أصولها ليست أزمة سياسية بالمعنى الكبير، هي أوضاع معيشية السودان ظل يعاني منها منذ أمد بعيد، حالة الانغسام السياسي، المعارضة الآن هي طرف في هذا التأزم، حتى حالة الحرب التي يعني يخوضها السودان. يعني أنا مع العقلانية في تحليل وتشخيص الأزمة وليس مع استغلال هذه الأزمة لتحقيق أجندة سياسية لا، وبدائل، وأنا مع البدائل مع الحلول وليس مع الاستفادة من هذه الأحوال لتحقيق أجندة سياسية. فالشعب السوداني ما عاد الآن يكترث كثيرا للأطروحات التي يعني تصدرها الأحزاب هنا. طيب دكتور، هذا يدل بأن هذه التظاهرات تظاهرات عفوية شعبية، ليس كما صنفت الأمر يتعلق فقط بين الحكومة وبين المعارضة، هناك معادلة أخرى تتعلق بأن هذه التظاهرات حتى الآن كما يقول البعض ليس لها رأس وليس لها قائد يقودها حزبي أتحدث. نعم، وهذا مؤشر على أن هذه ليست هبة منظمة أو انتفاضة كما يزعم البعض. يعني أنا أقول هذا الحديث وأنا موجود في الخرطوم وأتجول الآن منذ الصباح حتى المساء، يعني ليست هذه مؤشرات عمل يمكن أن يهز النظام أو يغير النظام. من واقع معرفتي أنا بتركيبة النظام، يعني من الصعب جدا استنساخ أكتوبر أو أبريل في عهد عبود ونميري وغيره على ما يحدث الآن. الآن هنالك واقع جديد، هنالك معطيات جديدة، هنالك تحول جديد، لا يمكن استنساخ أو إعادة التجربة في واقع جديد. يعني هذا هو الخطر الذي تقع فيه بعض الأصوات العاطفية في تقديري أنا. طيب دكتور، ولكن ليست مبنية على العمق السياسي. نعم، أنت تقول بأن جوهر هذه الاحتجاجات هي مطالب شعبية وليست احتجاجات سياسية، إذن كيف نستطيع فهم دلالة إقدام المتظاهرين بحرق بعض مقرات الحزب الحاكم داخل السودان مثلا؟ نعم، تعلم أن الحزب الحاكم هو الذي يعني يحمل هذا شيء طبيعي، الإخفاقات
والتي حدثت وهذه معترف بها، ولا يمكن حتى للحزب الحاكم ان ينكر يعني هذه الاقطاعات في الاداء الاقتصادي. ولكن قطعا في مثل هذه الهبات نحن كما ذكرت انه ما زلنا يعني مستوى الوعي والثقافه في انه ان تكون هنالك سلميه في المظاهره، وان يكون تعامل ايضا راقي وتعامل حضاري من جانب القوات النظاميه. لم تصل المنطقه باكلها، يعني شهدنا هذا نموذج يعني لما يحدث في الشرق الاوسط وافريقيا، لم نصل هذه المرحله من الفهم ومن التحول في عقليه حرق مغرات المؤتمر الوطني. هذا يحسب ضد الاحزاب، لانه كيف لك ان تحرق، لانه دكتور نحن هناك شبه اتفاق، دكتور هناك شبه اتفاق بانها مظاهرات شعبيه، كيف تحمل الاحزاب مسؤوليه هذا؟ انا معك، ولكن رغم هذه الشعبيه التي ذكرت، ولكن هي الشعبيه تمثل نسبه. طبعا هنالك عناصر يهمها ارباك الحياه السياسيه والوقيعه بين كوادر المؤتمر الوطني حتى يكون هنالك رده فعل. يعني لو ان كوادر المؤتمر الوطني بما تملك الان من سلطه ومن قدرات قامت بحرق مقار الاحزاب الاخرى، سواء كان حزب الامه او الحزب الشيوعي وغيره، هل سيكون هذا مقبولا؟ هل سيكون هذا مبررا؟ ليس هذا مقبولا او مبررا. نحن ضد اي عمليه حرق للحزب المؤتمر الوطني او للحزب الشيوعي او حزب الامه، هذه ليست ممارسه سياسيه. فبالتالي هذا السلوك لا يمكن ان يعبر عن ثوره. الثوره والزعامه لها علامه ولها مؤشرات، هذه ليست علامه ثوره بالمعنى الذي نفهمه. نعم، وصلت فكرتك دكتور رشيد، ابقى معنا دكتور عبد